سلام الله عليكم أعزائي سلامين سنة ثالثة متوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنساش فضلكم دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد الدروس بإذن الله نواصل أحبتي تقديم دروس الكتاب المدرسي اليوم تابعوا معي صفحة رقم 101 Uh, اليوم باذن الله راح نشوفو درس لي دو نو يعني توسعات الاسم او uh, امتدادات الاسم فوالا voilà. هاد التوسعات ولا هاد لي زيكسبونسيون باردون دو نو نستعملوهم uh, يعني حتى نمدوا uh, تحديد ووصف اكثر للاسم فوالا voilà. يعني الاسم راح نعطيه اكثر دقه واكثر توضيح من هاد لي زيكسبونسيون دو نو كنا شفناهم في السنوات الماضيه خاصه سنه آه, ثانيه متوسط كنا شفنا احبتي لو كومبليمون دو و وكذلك كنا شفنا لادجكتيف كاليفيكاتيف فوالا يعني هادو آه, من آه, يعني من العبارات التي نستعملها لاعطاء وصف اكثر للاسم لو بورنوس ان كلاسيك دو لا تراديسيون البرنوس هو

il est également un symbole fort emblématique du pays. وهو euh, كذلك رمز لي, euh, للهوية والرمزية euh, euh, للبلد. Voilà. De couleur marron dans l'Atlas saharien et blanc en Kabylie. ذا لون بني في الأطلس الصحراوي يعني في منطقة الجنوب الجزائري البرنوس نجده باللون al bounni wa bil lawn al abyat fi mintaqat al qabail il est confectionné avec de la laine pure de dromadaire ou de mouton wa yusna' min al souf al khalisa aw souf al jimal al khalisa aw min souf al le burnous est en algérie un habit traditionnel en laine هي على في الجزائر هو لباس تقليدي من الصوف والذي قاوم التقدم والحداثه يعني على الرغم من التقدم و يعني تغير اللباس الا ان هذا البرنوس ما زال صامد وما زال يحافظ على مكانته في الجزائر الاعتزاما الجيريان فولا, كون لاغ إبوز لوكوتيديان, يعني هادا مصدر هاد المقالة, <applause> نواصل هنا أحبتي مناقشة الأسئلة, تابعو معايا جيدا, وركزو جيدا, يعني الدرس له سهل, فقط يعني تبعو معايا, جلي, إجوبار, رولاف لي مو, وجروب دو مو, كومبليت, و بخيسيز, لي نون وايو أون كغا في لو استخرج من النص الكلمات او مجموعه الكلمات التي تكمل او تحدد الاسماء يعني او الاسماء الاساسيه اللي نسميهم لي نو نوايو المكتوبه بخط غليظ في النص لاحظوا معي احباتي هذه الكلمات يعني مكتوبه عندنا ريجيون سامبال كولور اتلاس لان ابي يعني هاد الكلمات اونغرا هادو هما اللي نسميوهم لي نو نوايو يعني الاسماء الاساسيه او الاسماء النواة فوالا يعني هادو هما اللي من بعد نديرو لهم وصف اكثر من خلال اللي سميناهم لي زيكسبونسيون دو نو فوالا نتمنى تكونوا فهمتوني دونك هنا عندنا ريجيون ريجيون هادي ا أه هو يعني ليكسبونسيون دو نو عندنا دالجيري هنايا كي نقولوا ريجيون دالجيري نعرفوها باللي مناطق الجزائر ممكن كذلك ندخلوا فيها كلمه نومبروز فوالا نومبروز ريجيون دالجيري فوالا يعني لما نذكروا كلمة غيجون وحدها يعني راح نفهموا بلي هي مناطق ولكن لما نضيفو لها دالجيري ونضيفو لها راح نعطيوها اكثر وصف واكثر دقة فوالا وهذا هو الهدف من هذا الدرس دونك لهنا عندنا كذلك ان سيمبول فور امبليماتيك فوالا كلمة سيمبول هادي يعني اه هي رمز للهويه اه او ل لي لكل لكل وطن. سامبول uh, هو هو النوع من هي من هي ادجكتيف وهي ليكسبونسيون دي من كذلك لدينا كلمة كولور كولور مارون يعني اللون بني وهنا وصفنا اللون اللي هو بني. عندنا كذلك atlas, عندنا الصحراوي هنا لما نذكروا اطلس راح نفهمه بلي هي منطقه الاطلس ولكن لما نضيفوا لها ساريان اللي هي ادجكتيف راح نعرفوا بلي هو الاطلس الصحراوي فوالا كذلك لدينا هنا كلمه لان هي ماده الصوف اللي مصنوع منها البرنوس لان هذه يعني راح نوصفوها نقولوا بيغ يعني لان هنا هنايا ادجكتيف هذه هي الصفه الخالصه فوالا voilà. يعني راح تعطينا وصف اكثر لهذا الكلمه كذلك عندنا دو et دو غون مادير اي دو موتون هذه دو غون مادير سي ان كومبليمون دو نو يعني راح يكمل لنا لا لان فوالا voilà. يعني مضاف اليه راح يوصف لنا اكثر هاد الكلمه كذلك لدينا

غلاتيب يعني الجملة الموصولة اللي دخلناها بضمير الوصل كي هذه كذلك نعتبرها من لي زيكسبونسيون دو نو يعني توسيعة الاسم او تعطيه اكثر وصف يعني هذا اللباس راهو قاوم الحداثه فوالا احبتي نتمنى تكونوا فهمتوني

هنا احبتي يعني راح نلاحظوا باللي المعنى تاع الجمله راح يبقى مفهوم وواضح ولكن تنقصه القليل من الدقه والتحديد دونك لا ريبونس راح تكون كالتالي لو سونس دو لا فراز ريست كومبريانسيبل مي il manque de précision voilà b quel est le rôle de ces expansions ما هو دور هاد التوسيعات وهاد الامتدادات اللي نضيفوها للاسم دونك سي زيكسبونسيون كومبليت لو نو نوايو هي تكمل الاسم النواه ال ابورت اون بريسيزيون سور لو نو وهي euh, تعطينا تحديد ودقه اكثر حول الاسم فوالا دوزياما كلاس سي زيكسبونسيون ادجكتيف كالفيكاتيف كومبليمون دو نو بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف فوالا يعني صنف هاد لي زيكسبونسيون يعني من خلال النص رايحين نديرو جدول يعني فيه ادجكتيف كاليفيكاتيف كذلك كومبليمون دو نو وكذلك بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف ورايحين تستخرجوهم من النص وتحطو كل وحده في مكانها المناسب

اللي نسميوهم لي تيكست ديسكريبتيف فوالا voilà. ننتقل هنا احبتي للقاعده فيزون لو بوين لي اكسبونسيون كومبليت ان نون ابلي نون نويو توسعات الاسم تكمل اسم يسمى الاسم النواة هنا احبتي عطانا هذا المثال راح يعني نوضح به اكثر دونك عندنا ان ابي تراديسيونيل اون لان Qui a survécu à la modernité. La chède, maïe, il y le nom noyau, ou l'ism, l'assassin, ou l'ism, il y a un autre nom qui est un autre Donc, il y traditionnel, c'est un adjectif qualificatif épithète. Voilà, il c'est un saïfa. En laine, c'est le complément du nom. Il y a un autre nom qui est un autre nom. آه هادو لي كومبليمون دو نو كنا شفناهم في سنه ثانيه متوسط آه كذلك لدينا بقيه الجمله كي ا فيكو ا لا مودرنيتي هنايا كي هنايا اداه وصل هاد الجمله هي الجمله الموصوله نسميوها لا بروبوزيسيون غولاتيف هادي كذلك لا بروبوزيسيون غولاتيف تعطينا وصف للاسم اللي هو لو نوايو نتمنى تكونوا فهمتوني احبتي فقط ما عليكم تقراو العبارات وتفهموا يعني الوصف وتفهموا التحديد فوالا بهذا نكون احبتي وصلنا لنهايه هذا الدرس اتمنى التوفيق للجميع اتمنى يكون الدرس سهل عليكم وفهمتوه اي سؤال خليه في التعليقات راح نجاوبكم باذن الله اترككم في هذا الحفظ هو سلام الله عليكم